السلام عليكم اخوتي احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان احبابي الاصدقاء نتاعي في اليوتيوب. توحشتكم بزاف وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نوجد لكم، عندي هذا الجناح نتاع الدجاج، بغيت نديرهم في الفرن، نديرهم في الفران، وبغيت نشاركهم معاكم مع سيدي. المهم دابا غادي نبداو، بسم الله على بركة الله. نديرو شنو نديرو؟ غادي نشرملو هذا، نديرو هذيك العطرية والبصلة والثومة والقزبور، فوالا نخليهم هنايا. من بعد نقطعو البصلة، كما كتشوفوا احنا قطعنا البصلة، نخويو هنا كامل، نخويو كامل نزيدو، غادي نقطعو شوية د القزبور نزيدو، بديت نبكي بالبصلة. ثم غادي نحكوها، هذا كما كتشوفوا هكذا. نديرو شويه د الزيت مع المسيدي، شي حاجه د الزيت، فوالا. نديرو شويه د العطريه، هيا نديرو شويه سكين جبير، شوية زعفران، فوالا، بصل يدية، فوالا، بصل يدية بحال سيدي هنا. من بعد نخلطوه، نخلطو هاد الشرمولة مزيان على سيدي كيما كتشوفو. وهذه كتجي زوينة، كتجي لذيذة بزاف، هادو راه كيتباعو أي جزار، أي جزار عندو كيتباعو هاد
هاد الجناح هادو. كما كتشوفوا فوالا ثلاثة هذيك المسلخ ثلاثة فوالا كما كتشوفوا هو. غادي نخليه دابا غادي نخليه واحد ساعة ساعة هكا كلا ومن بعد نمشي نقشر البطاطا حيت انا كندير معاها البطاطا ديال غير هادو والبطاطا اللي كندير على ما نوجد البطاطا ونرجع عندكم. فوالا خوتي حبابي من بعد ما خليناها ساعة هاد سميتو خليناهم ساعة دابا غادي نمشيو نقطعو البطاطا على حسب سميتو قطعوها ريدوندو مدورات قطعوها مدورة فوالا كما كتشوفوا هكذا. من بعد نهزو هاد الطاوة هادي ندهنوها شوية بالزبدة ندهنوها شوية بالزبدة أسيدي كما كتشوفوا فوالا كيما كتشوفو نلعب اسيدي فوالا كيما كتشوفو دابا نهزو هاد البطاطا هادي نديرها هنا كاملة كيما كتشوفو كتشوفو من بعد نهزو هاد الدجاج هدا أسيدي نديرو هكدا كما كتشوفو فوالا كمسا كما كتشوفو من بعد هاد الشرمولة هدا ديرها عليه الفوق هكدا كما كتشوفو فوالا كلشي نديرو عليه هكدا نخليو الفران يسخن 180 درجة. فوالا خوتي حبابي غادي نديرها في الفرن. فوالا خوتي حبابي انا جات عندكم كما كتشوفوا شوفوا كيفاش خرج البطاطا خرج بزاف بزاف كما كتشوفوا فهو طيب على سيدي وصافي بكم وكنتمنى يعجبكم هاد سميتو ديالي هاد الفيديو ديالي كنتمنى يعجبكم كيما العادة ما تنساوش الاشتراك وتقطعو الجرس وتعملو لي لايك وكنشكركم بزاف إلى فيديو قادم إن شاء الله وبارك الله فيكم والصحة والعافية السلام عليكم.